نجمة وعليها الكلام. وانا سويسي نسكن في السويسية المعتمدية جلمة المشكة سلتة. انا يبول وليدي انا يبول وليدي البنية خسر عليهم لغم في جبل القصرين. والله توقع قبل ما كانوش عاملين مع المليح انا حزوني البرة ما خلونش قبل ذرية ذرينا ما حرق عليهم ما خلوش قبلهم بيتوني البرة معناها ونشاحت لهم عازوني شط مرأة وبوليس يرحم والديها هم اللي قاموا بالوضعية بتاعي وصلوني لوليداتي قاموا بالوضعية وبت على كرسي في الليلة الأولى بيت على كرسي ما جابوش لي فريش والحاليا بيت على كرسي لا في بالو في بالو رجله مقصوص وقال لي يا بابا رجلي تقصت وناي راني نحب الجيش الجيش راهو يحميني ولا يحميه ويعرف ويعرف هذا كله يعرف اي حب الجيش هو في روح حب الجيش قبلها حكايه انه سيق وتخصص قال الغالب قدر ربي قال قدر ربي قالوا لي هم قالوا لي تو نركبوا لك كرة قال ما قدر ربي تو نركبوا لك كرة اخرى ونكمل قرايتي في عقلي قال مش هرب قرايتي هذاك هو البنيه شنو نفسيتها والله البنيه متكدره شوي مش شاف دراها كبير شوي وجهه تشوه ولي سوسه جاي لهنا عمل جاء جاء وعمل حاجه مش بيه طو جاء انت كجاي مش تعاون ما تمدش 10,000 للطول 10,000 وكجاي مد 10,000 ونشوطه رجع له البيت هو يقوم بالواجب الوالد لازم يقوم بالواجب علاش وقت طول هذاك هو اللي قايم به هو الحميد كان شيء مش حميش طول هذاك معناه هو وناس اخرى قاعد حميته ما يصيرش باش يولي هو ولي عطاها 10,000 اه والله 10,000 اه 10,000 جاي اي نعم مدها للطل لا يمكن يجي نمشي لواحد كيما هذاك وهاني مواطن كيما هكينا نحشم مع روحي باش نعطيك 10,000 هذيك والله ما نحشم مع روحي يا نعطيها حاجه ترضيها ولا ما نعطيش هنا تو هذاك راهو شهيد هذاك لازم تكفل به دوله والدويه وتركب لي سياق ما عندهاش مزيزي الدوله قال الاخرى جاي هالبعث هالاخر رئيس الحكومه ولا شنو جاي جايب عليه طرف ورده 15 لناش ياكلوه مش بيها خلاص الفوز هذه طول عملوا لنا حماية من كيف وقت أحد الدوار ما حشناش نحن بالهنة هذه خاطر ما عطى برشا مرات اللي يعطي يعطي ربي رو اللي يعطي يعطي رب اللي يعطي رب نحب الحماية واللي نقلونا منهم هكو هذاكو محمد العزيز بن عياش رئيس قسم نجاحة العظام في سهلول كيف جاوا في حالة استعجالية مش الليلة اللي فاتت اللي قبلها احنا تم اسعافهم نتاع كيف جاو بيان سور الاسعاف مش نتاع جراحة العظام كهو فما نتاع ليزيرجونس نتاع القسم الاستعجالي لوطا بعد فما زاد المبنجين ما قصروش وحنا زاد دخلنا وعملنا لازم يشتعمل في الحالة الاستعجالية مثل الولاد هذايا نتاع جات تنسقوا مخصوصة ديجا وتم تكميل عملية البتر خاطر ما لازمش هكا تخليها نتا لازم تحضر له المونيون نتاع الجدع نتاعو باش من بعد تعمل ساق صناعية وعنده جروح 13 عام أما مش حد ما عندوش جروح كبيرة ياسر فما رش في وجهه شوية في صدره في يده فما يدو اليسار نتا والبتر صار في اليمين البنية بون نتا عندها في الطرف الأعلى اليسار بون عندها جروح و في العنوس والمنكب زادا نتا بقى أكثر حاجة في الوجه وفي العين نتا بالنسبة للإسعافات الأولية تمت نتا ليلتها ومن غدوة مشيت القسم العيون باش يشوفوا مثلا فاش عندها ضرر في عينها بقى ما برمجوها الغدوه عندهم ضغط كبير نتاع احنا قلنا نرجعوها لسهلول نقوموا لها بالاجراءات اللازمه نتاع بالنسبه للطرف الاعلى الايسر نتاعها وبالنسبه لجراحه الوجه نجمه وعليها الكلام